محاولة عن تسجيل على الهيئة الفرعية للسواح، نحكي باسمي وباسم زملائي وباسم العوائل اللي موجودين في دراب جوع، معناها في حالة خطيرة موجودين في سبيطار رابطة. توا عندهم اضراب جوع، معناها دخلوا فيه الوحشي منذ 14/4/2014، ما فما حتى معناها تناسبات، ما فما حتى معناها إرادة أنهم يلقاو حلول عملية للناس هذيا، ما فما معناها الإرادة كلها ضدنا، ضد متوجهين ضد إقصاء. أنا ما فهمتش علاش معناها هذي الكل. الناس حتى بأمور إنسانية معناها ما تغزلكش، نحيو حكاية الانتدابات وكل شيء، ناس خدمت الهيئة هذيا، هي اللي عملتها، هي اللي تعبت، هي معناها اللي نجحت في انها ترسي انتخابات صحيحه ومسار ديمقراطي صحيح، باش جات الناس هذيا اللي تخدم توا واستقرت لهنا وحابه تنفي جمله التجربه اللي خدمناها نحن. معناها ما فهمتش علاش هذيا اسئله مطروحه. المسار معناها نتاع التفاوض وقاعد تعطيله ورفض الجمله، مانيش عارفين فين اتجاه ماشيين. معناها لحد الان ما فما حتى مسؤول دار لهنا، ما فما حتى مسؤول سال حتى على الحاله الصحيه المتعكره لزملائنا، معناها موجودين راقدين في السبيطار توا عندهم جمعه في اضراب جوع وحشي. معناها ما فهمتش وين ماشيين، شنيا هالمسؤولين هذيا، شنيا هالصفه هذي اللي عندهم، شنيا الانسانيه اللي يقتلوا بها. الناس اللي يظل اللي عم تزيد هاي السابقه الهيئه الفرعيه الاسري لنا 9 أيام في 10 أيام في ضرب جوع، بعد مطالبة في حقوقنا ما فما حتى حد يسمعوا، دخلنا في الغراب على خاطر اتصلنا بعض الهيئة ما جاوبوناش، ما حبوش يتفاوضوا معانا. بعد الوعود من الحكومات المتفائلة، حكومة العريض، حكومة الجبال، كل الموعود زيكا بعد ما نكون الانتقال الديمقراطي في تونس. نحب نوصل كلمة لأعضاء الهيئة ورئيس الهيئة. أنا جيت من القصرين مانيش نلعب، أنا عندي 7 إخوة متخرجين و3 عاملين ماستير و1 دكتوراه وما ثم حتى حد يخدم. والله العظيم ندخل للهيئة إذا ما تتلبس مطالبي ونحرق قش، نحب نحرق روحي ونحرق أي إنسان يجي في أعراض. تنبيه تنبيه، ساي الحياة ساي، ما عادش فيها. والله العظيم نعمل غريبة لا يعملها حتى حد. تقريبا في اليوم 10 عزينا منه 4 أو 5 أيام تحت حيط في مدخل الهيئة حتى مسؤول نجاح تاعنا أو حتى قدرنا وشاف شنيا المطالب تاعنا. بعد ما تدهورت صحتنا كل شيء وقع نقلنا المستشفى الرابطة، يعني يسعفونا غاديكا ورئيس القسم يعني أقرت وقالت للعبيد هذوما راهي حالي حرجة، معناتها حالتهم حرجة وما نجمش نخليهم، لازم نستحقق بهم. اليوم توا وصلنا 10 أيام ما جانا حتى مسؤول لا من المجلس التأسيسي ولا من الرابطة. اليوم كان معنا معناتها سي عبد الستار بن موسى مشكور أول مسؤول معناتها من جهة رسمية جا وحكى معنا ووعدنا باش نمشي يتفاوض مع سي شفيق صرصار للسيد هذا اللي رافض الحوار، ولو أنه معناتها أطنبنا في جلسات التفاوض بيانات مساندة من الأطراف المعنية الكل، ووصلنا معناتها بجميع الطرق لانه احنا اخترنا هذه اخر حل باش نوصلوا به الميساج نتاعنا. وديما نقول راه احنا عندنا معناتها مقابلين عندنا ثقافه الحياه مش ثقافه الموت، ما وصلنا احنا باش نموتوا رواحنا الا ما تسكرت وجوهنا معناتها الابواب الكل من حوار ومن نقاش ومن من كل شيء. اليوم عندنا برشا معتصمين تحت ليزيد تحت الاداره نوطة، فما شبان مدخل المستشفى بعد دخولهم في اضراب جوع وحشي. هذو يقولوا اني للاسف انه ليزي خلقت باب الحوار معهم باب التفاوض باش تخرج المرض ما فيش نقاش، لان احنا مش نكون الاداره. لكن انت قلت لي الوضعيه الاجتماعيه، فما ملفات حساسه، فما ملفات لازمها تدخل انساني بعيدا عن تدخل انساني. اذا كان حل الملفات الانسانيه والاجتماعيه خارج القانون، انت قلت لي خارج الفصل 36 خارج الفصل 36 هو هذا الفصل 36 هو مخاض ونتاج نتاع معناها نظام هما لمده 2 سنين. ها شاف الفصل 36 هذا باش لكن هو الفصل ضدهم هما. لكن انت عندك ناس معتصمين، عندك ناس دخلت معناها كل انسان على 5 من الناس على 5 حالات في اضراب جوع في المستشفى ولا 6 حالات اليوم. هل انه ليزي تنجم تقوم وتمشي تدرس حالات و5 ملفات على حدا والا لا؟ مش ممكن. لا هنا الانتقام نتاعو في الشعبوي ولا نتاعو في العبث. انت قلتها قبل شوي من حق كل انسان انه
يطالب بالوظيفة العمومية. مش أنا يطالب هذا كيف حدود القانون. أنت ما دخلت حتى واحد وما حكيتش عنه. ندخل الليلة في اليوم الأول في خلال أول أسبوع دخلوا أربعة وتحاورنا معهم زوز نسحبوا معنا قبل زوز كل هنا وتحاورنا معهم تقريبا ساعة متأخرة من الليل وبعتالي في ظروف معينة بعتالي جي الآن نضطهم لأكثر لحظة التصميم هذوما لو كان يجي وبقرار نتاع يمشي ويشكي والمحكمة الإدارية بخصوص الأربعين العام المتواجدين بالعقود القديمة وعلاش علاش تشكو بيها؟ يكونوا علاش يكونوا يخدموا عقود ظرفية عقود ظرفية هذه عقود ظرفية أبرمتها الهيئة القديمة لا وكنا وصلنا فيها احنا في مستوى الشهرين أنتم وصلتوا أنتم نجموا ذوك متوقفين وتدخلوا ما نجموش لأن ما نجموش نخلي لأن حاجتنا معنا بتسهيل الإدارة تجيب واحد واحد لأن واحنا معنيين لأن في فترة معينة في الشهر هذا في الفترة القادمة مش تصير معناها إدارة انتدابة بشكل رسمي بشكل معناها قانوني بشكل معناها في إطار مناظرة في إطار كذا في إطار فهمتي ولا دونك وين شنو فين خرج 40 دخل 40 بعدين دخل 40 خرج يا أخي شنو معناتوش فهمتني وبالتالي هذا هو المنطق هو احنا لقينا وضعية مشينا معاه وتوفي إطار تصحيح من المسار هنا قاعدين باش نضمن المناظرات اللازمة واحترام احترام القانون والتمكين كل ذي حق من حقه.